السلام عليكم يا شباب، بإذن الله هنبتدي مع بعض كورس الكترونكس 2. الكورس السنة دي مختص بالتطبيقات على العناصر الإلكترونية زي الدايت والترانزستور البي جي تي والمصفت. كنا السنة اللي فاتت خدنا فيزيكس لبعض العناصر، خدنا فيزيكس للدايت ازاي بيشتغل بالتركيب بتاعه، خدنا الفيزيكس خاصة بالبي جي تي والمصفت. بإذن الله السنة دي هيبقى كله سيركت بس، يعني الناس ما تخافش. الناس السنة اللي فاتت كانت خايفة من الفيزيكس، حاسه ان الموضوع صعب. باذن الله الموضوع السنه دي هيبقى سهل، كلها مسائل سيركت، بتتعامل فقط مع مسائل سيركت. طيب بالنسبه لمحتوى الكورس بتاعنا، احنا الكورس بتاعنا هيكون متقسم على حاجتين. اول بارت هناخد فيه الدايت والبي جي تي. بالنسبه للدايت هنبتدي في الاول ناخد بعض المبادئ عن الدايت، نعرف ايه هو بالظبط. بعد كده هنبتدي ناخد سيركت بسيطه، ازاي نحسب الكيو بوينت، ازاي نحسب التيار اللي هيمر في الدايت، ازاي نحسب فرق الجهد اللي على الدايت الاي دي والفي دي. بعد ما ناخد بعض المبادئ البسيطه هنخش على كده على حاجه اصعب شويه، هي ان يكون عندي مساله فيها اكتر من دايت وطالب منك تحسب الكيو بوينت الخاصه بكل دايت، يعني عندي مالتيبل دايت سيركت وازاي احسب التيار وفرق الجهد اللي هيمر في كل دايت. بعد ما خلصنا البيزكس بتاعتنا هنخش بقى على التطبيقات. هناخد بعض التطبيقات الدايت زي الفول ويف ريكتفاير والهاف ويف ريكتفاير، الكليبر والكلامبنج، بس بالنسبه للكليبر والكلامبنج مش عليكم، احتمال ما تاخدهمش الترم ده. طيب بعد كده بعد ما خلصنا تطبيقات الدايت هنخش على الزينر دايت وازاي بستخدمه في الريكتفاير سيركت. بعد ما خلصنا كده يعتبر احنا خلصنا الجزء الخاص بالدايت. بعد كده هنخش على البي جي تي. في البي جي تي برضه هندرس في الاول البيزكس، ايه هو البي جي تي او ايه هو الترانزستور بشكل عام، بيستخدم في ايه وايه الفكره العامه بتاعته. بعد ما نخلص البيزكس بتاعته هنخش على اول حاجه اساسيه الدي سي اناليسيس، او ازاي احسب الكيو بوينت الخاصه للبي جي تي، ازاي اقدر احسب التيار اللي هيمر في البي جي تي، ازاي اقدر احسب الفي سي اي والكيو او الكيو بوينت عموما بتاعه البي جي تي. بعد كده هنخش على اول تطبيق بالنسبه للبي جي تي وهو الامبليفاير سيركت، ويعتبر اهم تطبيق بالنسبه للايه للترانزستور عموما. بعد لما نخلص او نخش في الامبليفاير سيركت ونشوف المسائل بتاعته، هنخش على حاجه اسمها الفريكوانسي ريسبونس، يعني السيجنال اللي انا الامبليفاير وظيفته ان هو يكبر سيجنال. طب السيجنال دي المفروض التردد بتاعها الماكسيمم بتاعه ايه، او هل التردد بتاع السيجنال هيفرق معايا. هناخد كل الكلام ده في الايه في الفريكوانسي ريسبونس. بعد ما خلصنا بارت ايه، بعد كده هنخش باذن الله في بارت 2. بالنسبه لبارت 2 هندرس في الاول في المسفت، هندرس البيزكس بتاعته برضو، ايه هو المسفت وليه اصلا عملوه، ما احنا كان عندنا بي جي تي، ليه بعد كده اتجهوا للمسفت، ايه المزايا بتاعت المسفت او العيوب بتاعت المسفت. بعد كده هنخش على دي سي اناليسيس، ازاي لو عندي سيركت اقدر احسب الكيو بوينت بتاعتها، ازاي اقدر احسب التيار للدرين الاي دي. بعد كده هنخش على اول تطبيق للمسفت وهو الامبليفاير سيركت، لما يكون عندي امبليفاير ازاي احسب اقدر احسب الجين بتاعه، الار انبوت الار اوت، وبقيه المطاليب المشهوره في كل المسائل. بعد كده هخش على حاجه اسمها كاسكود وكاسكيد امبليفاير، وهو ان يكون عندي اثنين امبليفاير علشان اقدر اكبر الجين بتاعي. باذن الله هنبتدي في اول حاجه عندنا في المنهج وهي الدايت. عايزين نعرف الاول ايه هو الدايت، بيستخدم في ايه، او ايه الفكره بتاعته. طيب انا قبل ما اكلمك على الدايت، نفترض ان انا عندي باب، هو الباب ده امتى يفتح؟ انا لو عندي باب مقفول وجيت ازق الباب ده لبره، الباب استحاله يفتح. طب عشان الباب يفتح لازم ازقه من بره لجوه، بمعنى صح الباب بيفتح لما بؤثر عليه بقوه في اتجاه معين. يعني الباب هيفتح على اساس ايه؟ على اساس الاتجاه اللي بؤثر ايه؟ اللي بتؤثر عليه، او اتجاه القوه اللي بتؤثر على الباب. لو اتجاه القوه من الخارج للداخل الباب هيفتح، انما العكس استحاله الباب يفتح. طيب لما الباب يفتح هقدر انا اعدل الناحيه الثانيه. قال لك نفس الكلام، نفس الفكره بالظبط بالنسبه للدايت. طب يعني ايه؟ طيب بالنسبه للدايت انا هنا بتكلم على دواير سيركت. طب امتى الدايت يشتغل؟ قال لك الدايت بيشتغل زي ما الباب بيفتح على حسب اتجاه القوه، الدايت هيشتغل على حسب اتجاه التيار. لو التيار جاي في اتجاه معين الباب بتاعه هيفتح، او الدايت هيشتغل ويقول للتيار عدل الناحيه الثانيه. طب لو التيار جاي في الاتجاه المعاكس هيقول له ستوب، ما انتش معدل الناحيه الثانيه، وهيمنع مرور التيار في الاتجاه المعاكس. يبقى من الكلام اللي انا قلته ده كده الدايت بيستخدم في ايه؟ بيستخدم اللي بيخلي التيار يمر في اتجاه معين، انما الاتجاه المعاكس هيمنع مرور التيار في الاتجاه المعاكس. طيب بناء على الكلام اللي انا قلته ده كده السيمبل بتاع الدايت. يعني ايه السيمبل؟ الرمز اللي بستخدمه في المسائل عندي. يعني لو جاب لي الرمز ده
هعرف على طول ان ده عنصر الايه؟ عنصر الدايت. انا قلت لك ايه؟ لو بصيت على الرمز هلاقي ان الدايت له رجلين، رجل بسميها الانود والرجل الثانيه بسميها الكسو. طيب انا قلت لك الدايت بيشتغل على حسب ايه؟ اتجاه التيار. يعني لو التيار جاي في اتجاه معين الدايت هيقول له اتفضل عندي، لو جاي في الاتجاه المعاكس هيقول له ستوب ما انتش معدي. طب امتى التيار يعدي؟ قال لك لو التيار جاي من الانود للكاسود التيار هيعدي عادي ويكمل في بقيه السيركت بتاعتك. يبقى الدايت هيشوف اتجاه التيار، لو لقاه جاي من الانود ورايح على الكاسود التيار هيعدي عادي مفيش اي مشاكل. طب لو جاي في الاتجاه المعاكس، يعني التيار جاي من الكاسود ورايح على الانود، الدايت هيقول له ايه؟ ستوب ما انتش معدي ومش هيكمل للناحيه الثانيه. بناء على الكلام ده اقدر اقول ان الدايت ممكن يشتغل في حالتين، يا اما حاله الفورورد او حاله الريفرس. حاله الفورورد يعني الدايت اشتغل والتيار فعلا جاي من الانود للكاسود وهيعدي للناحيه الثانيه. حاله الريفرس معناها ان التيار مش هيقدر يعدي او جاي عكس الاتجاه ريفرس، فبالتالي ايه؟ مش هيعدي للناحيه الثانيه، كاني بزق الباب العكس فاستحاله اقدر اعدي الايه؟ للناحيه الثانيه. يبقى انا عندي دلوقتي حالتين، في حاله طبعا اسمها النو بايس، يعني انا مش موصل الدايت اصلا في الدايره، بس دي كده كده مش هنشوفها. ايه هما الحالتين؟ اول حاله الفورورد، تاني حاله الريفرس. طيب عايزين دلوقتي نتكلم على الحالتين، الشرط بتاع كل حاله. انا قلت لك في حاله الفورورد يعني الدايت شغال وهيخلي التيار يعدي للناحيه الثانيه. طيب يعني عادي عندي الدايت بتاعي، حاله الفرر معناها ان التيار جاي منين لفين؟ من الانود ورايح على الكاسود. يبقى لو جاي التيار جاي في الاتجاه ده هيعدي للناحيه الثانيه. طيب عايزين نكتب الشرط بتاعه، هو التيار، تعالوا كده نفتكر من زمان التيار بيمشي منين لفين؟ من الجهد الاعلى للجهد الاقل. بمعنى انا المفروض التيار جاي من الانود للكاسود ورايح للكاسود، معنى كده ان الجهد بتاعها اعلى من الثاني، التيار بيمشي من الاعلى للاقل وهو ماشي من الانود للكاسود، يبقى جهد الانود المفروض يكون اعلى من جهد الايه؟ الكاسود. يبقى نقدر نكتب الشرط بتاع اول حاله ان الفي انود اكبر من الفي كاسود. ونقف هنا عند ترم مهم، في حاجه عندي اسمها الفي دي، فرق الجهد اللي عبدايت. ايه هو فرق الجهد اللي عبدايت؟ هو عباره فرق الجهد ما بين الانود والكاسود، يعني عباره عن في انود ناقص في كاسود، او لو بيرمز لها بالرمز ده كده، ادي الفي دي وحاطط هنا الموجب وهنا السالب، على اساس التيار بيمشي من الموجب يروح للسالب، فهو ده نفس اتجاه الايه؟ التيار. يبقى الفي دي عباره عن ايه؟ في انود ناقص في كاسود. طيب لو جيت بقى اشوف هنا، انا قلت لك علشان التيار يعدي لازم يمشي من الانود ويروح الكاسود. انا قلت لك ايه؟ يعني الفي انود اكبر من الفي كاسود. معنى كده الفي دي هتكون اكبر من الزيرو ولا اقل من الزيرو؟ لا، ما انا معنى نقول لك ان الانود اكبر من الكاسود، يعني لازم فرق الجهد ما بينهم هما الاثنين، لو جيت اطرح الانود من الكاسود يديني قيمه موجبه. يبقى معنى كده ان الفي دي مالها؟ اكبر من الزيرو. لو جينا نتكلم على حاله الريفرس اللي هي بقى الحاله المعاكسه او العكس. ايه الدنيا في حاله الريفرس؟ ان انا عندي ادي الدايت بتاعي، التيار بيحاول يمشي من الكاسود ويروح للانود، يعني بيحاول يمشي في الاتجاه ده، بس للاسف انت عمال تزق الباب في الاتجاه العكسي، فالباب استحاله يفتح واستحاله تقدر تعدي للناحيه الثانيه. نفس الكلام الدايت، التيار بيحاول يمشي في الاتجاه المعاكس، فالدايت هيقول له ستوب والتيار مش هيعدي للايه؟ للناحيه الثانيه. طب شرط الحاله دي ايه؟ المفروض الدايت بيحاول يعدي من الكاسود ويروح للانود، معنى كده ان هنا الفي كاسود اكبر من الايه؟ من الفي انود. طيب لو جيت اعبر عنها بالترم بتاع الفي دي، يبقى اقول معنى كده ان الفي دي مالها؟ اقل من الزيرو. يبقى كده ده كده شرط الفورورد وشرط الريفرس. بس احنا هنا بنتكلم على دايت ايديال، او علشان ابسط المفهوم بالنسبه لك، في فرق بين الايديال والبراكتيكال. بمعنى طيب انا دلوقتي لو هتكلم على الباب، لو جبت طفل صغير يحاول يفتح الباب ده، هل هيقدر يفتحه؟ مش هيقدر يفتحه، لازم ان الطفل يكون عنده قوة معينة علشان يقدر يفتح الباب. نفس الكلام بالنسبة للدايت، انا قلت لك امتى يكون اون؟ لو الفي دي اكبر من الزيرو، بس للاسف قال لك في الحقيقة
لازم ان الفي دي يكون اكبر من قيمه معينه علشان تقدر تشغل الدايت وتخلي التيار يمر في قلب الدايت ده. يبقى في حاله الفورورد لو هتكلم بقى على الاكت والدايت لازم الفي دي تكون اكبر من قيمه اسمها الفي اول، ودي كده انت بتجيبها من الداتا شيت بتاعه الدايت او بتعتمد على الايه الماده المصنعه منها الدايت. يبقى الفي اول عباره عن ايه؟ اقل جهد انت محتاجه علشان تقدر تخلي الدايت في حاله اون وتخلي الدايت ايه التيار يمر، اقل فرق جهد ما بين الانود والكاسود. طيب في حاله الريفرس ايه بقى؟ انا المفروض عندي في حاله الريفرس التيار بيحاول يمشي الاتجاه المعاكس، التيار بيحاول يمشي للاتجاه المعاكس والدايت بيمنع التيار ده انه يمر. طيب تعالوا كده نقولها بقى ايه، يعني المفروض الدايت هيمنع ايه 100% من التيار، يعني الدايت التيار بيمشي في الاتجاه الريفرس والدايت هيقول له لا ما انتش معدي، المفروض هيمنع 100% من قيمه التيار، يعني مش هيخلي اي حاجه تعدي للناحيه الثانيه، بس للاسف ما فيش حاجه مثاليه. طيب ايه الفكره هنا بقى؟ قال لك ان في حاله الريفرس لو جيت في الحقيقه هتلاقي الدايت بيمنع نسبه عاليه من التيار، بس غصب عنه في جزء صغير كده بيتسرب من التيار، يعني في حاله الريفرس في تيار بيمر في قلب الدايره بس التيار ده قيمه صغيره جدا 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 بنعتبرها بكام؟ بزيرو. يبقى في حاله الريفرس لو هتكلم على الاكتوال دايت انا المفروض عند التيار اللي هيمر في الدايره بكام؟ الاي دي هيساوي زيرو لانه هيمنع ايه 100% من التيار، انما بقى في الحقيقه الاي دي هيساوي ايه؟ سالب اي اس. طب ايه الاي اس دي؟ التيار اللي تسرب للناحيه الثانيه. احنا اتفقنا ادي التيار الاساسي جاي بس ما يقدرش يمنع 100% من التيار ده، ففي جزء تسرب للناحيه الثانيه، جزء صغير جدا. طيب انا ليه كاتب علامه السالب؟ مش انا المفروض المتعرف عليه ان الاي دي بتاعه الدايت بتكون من الانود للكاسود، بس التيار ده جاي العكس من الكاسود رايح للانود، يبقى الاي دي هيساوي ايه؟ سالب اي اس. خلاص تمام كده يا باشمهندسين.